من حوالي 6 سنوات تمكنت مصر من التعاقد مع شركة جليد الأمريكية لاستيراد عقار السوفالجي الذي يستخدم لعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائي فيروس سي، وذلك في بداية حملة قومية لعلاج هؤلاء المرضى. وتقول تقديرات وزارة الصحة والسكان أن عدد حالات الإصابة بالفيروس سنويا تبلغ 100,000 شخص، في حين تشير دراسات إلى أن مصر من بين الأعلى في العالم من حيث عدد من يحملون ذلك النوع من المرض. عقار سوفالجي الذي أصبح ينتج في مصر حاليا، لا يعلم الكثيرون أن مخترعيه هو عالم كيميائي يهودي يحمل الجنسية الإيطالية من أصول مصرية، طرد من مصر ضمن اليهود الذين خرجوا منها بعد ثورة 1952 قبل أن يعود لمصر مشاركا في أحد المؤتمرات الطبية في 2014. أخ حصل على الدكتوراه في الكيمياء من جامعة باسل البريطانية، ويحمل في جعبته 92 براءة اختراع من الولايات المتحدة و120 براءة اختراع دولية. هو واحد من العقول المصرية المبدعة والعبقرية على أعلى مستوى علمي في العالم المتقدم، وفخر وشرف لنا جميعا أن يسبق ذكره لقب المصري. ولازال يحب مصر ويشكر فيها ويتمنى أن يخدمها. وعلى فكرة هو بيتكلم اللغة العربية بلهجة اسكندرانية شعبية قديمة شوية، تعود للخمسينيات والستينيات. وفي حديث صحفي حديث قال أنه سعيد لأن اكتشافه سيفيد ويشفي ملايين المصريين، وذكر أيضا أن اهتمامه بفيروس سي القاتل ناتج من أنه منتشر بشكل وبائي في مصر وطنه الذي ولد فيه، ورغم الظروف التي اضطر فيها هو وعائلته للخروج من مصر في عهد جمال عبد الناصر، لأنه خدم مصر خدمة جليلة وتفاوض مع الشركة المنتجة للدواء أن تعطيه لمصر بسعر رمزي تقريبا بالمجان. ووافقت الشركة تقديرا لمخترع الدواء أن تبيعه لمصر بأقل سعر في العالم، يعني طمرت فيه العشرة والعيش والملح، الباقي علينا. في مدينة الإسكندرية كان مولده، شاب في مصر في الخمسينيات في مدرسة فيكتوريا كوليدج، عرف الطريق إلى تعليمه إنه البروفيسور ريموند، مخترع عقار سوفالدي لعلاج فيروس سي، والذي سجلته وزارة الصحة كأول عقار رسمي لعلاج الفيروس والذي ينهش في أكباد ملايين المصريين. وهو بنفسه نشر الصور ديت، بيفتخر انه مصري اصوله مصريه، ونشر صورته مع الهرم وليه صور من طفولته، ونشر برضه صوره كمان هنشوفها دلوقتي مع الهرم وهو مبتسم، عالم عبقري. لم يكن ريموند شينازي يعلم ان عقاره الذي عكف عليه طيله 19 سنه سيكون سببا في امل كثير من ابناء مصر، الوطن الذي تعلم فيه البروفيسور اليهودي الديانة، والذي كان واحدا مما تعرضوا للطرد أبان حكم الرئيس جمال عبد الناصر، يرحل في الستينيات إلى مخيم للاجئين اليهود المصريين في إيطاليا، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا ليبدأ فيها رحلة البزوغ. عمل شينازي أستاذا مساعدا في الكيمياء بجامعة جورجيا، وعمل مدير معامل البحوث الدوائية بجامعة إيموري بالولايات المتحدة، ومستشارا لمركز شيف لأمراض الكبد في جامعة ميامي، وسط باقي من المناصب العلمية الرفيعة. ساهم في تطوير عدد من العقاقير الطبية في مراحل مختلفة، 4 منها وافقت عليهم إدارة الأغذية والعقاقير العالمية FDA على طرحها كجرعات للعلاج. نسبة تتراوح ما بين 90 ل 100% هي نسبة نجاح السوفالدي العقار الذي عكف شينازي وفريق عمله للوصول إليه، مقارنة بعقار الانترفيرون
والذي لم تتجاوز نسبة شفاء فيه حاجز 40%، ليقول شينازي عن عقاره أنه فعال تجاه المرضى حتى الحالات المتقدمة أيضا. ويقول: أحلم بأن أرى مصر لديها جميع الأدوية للأمراض التي يعاني منها المصريون، وأتمنى أن تستطيع الحكومة المصرية توفير العلاج لغير القادرين. وعلى العموم، أتمنى تكريم هذا العالم في مصر وطنه وفي الإسكندرية التي أنجبته، ولا أعرف لماذا لم تدعوه مصر لتكريمه وشكره. وعندي سؤال أخير: كم مصري يعلم أن ريموند شينازي مخترع علاج فيروس سي هو مصري يهودي ولد في مصر واضطرت أسرته للرحيل عنها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وهو في سن 13، وذهب مع أسرته لمعسكر لاجئين في إيطاليا أقاموه للاجئين المصريين اليهود المطرودين من مصر، وأنه لم يكره مصر ولم ينسى نشأته في مصر ولا يزال يعتبرها وطنه، وعمل على مساعدة المصريين في التخلص من فيروس سي بعقار سوفالتي بسعر أقل بكثير من سعره في أمريكا نفسها. وأنا الآن أشكره بالنيابة عن ملايين المصريين الذين أتم الله شفائهم من فيروس سي الخطير باختراعه العبقري، وأشكره أنه فضلهم على كل الشعوب وأعطى دوائه لمصر بأقل سعر على هذا الكوكب. ملحوظة أخيرة: هو من مؤسسي وملاك شركة جيلاد لعلاج الفيروسات، أهم وأكبر شركة في العالم لابتكار أدوية لعلاج أخطر الفيروسات. الدكتور العبقري شينازي على وشك إنتاج علاج لمرضى الإيدز يحقق نفس النجاح الساحق مثل دواء فيروس سي. أيضا شركته أنتجت أول دواء ناجح وأقرته الـ FDA لعلاج الكورونا، دواء ريمديسفير، وأعطت شركته حق تصنيع الدواء لشركة مصرية، وطبعا كان له دور أيضا في ذلك، فيحق له أن نشكره ثانية. إذا أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.